يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من قوله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هل يستفاد منها أن وسائل الدعوة توقيفية فيكون ما أحدث في هذا الزمان من وسائل للدعوة كالتمثيل والأناشيد وتعبير الرؤى يعد بدعة؟ يا إخوان، في فرق بين وسائل الدعوة ومناهج الدعوة. مناهج الدعوة توقيفية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه منهج الدعوة، هذا توقيفي. أما وسائل الدعوة فليست توقيفية، مثل استعمال الوسائل الحديثة لتبليغ الدعوة، استعمال الميكروفون، استعمال الإذاعة، استعمال الصحافة، السفر على السيارات والطائرات للدعوة في البلاد الخارجية، هذه وسائل دعوة وليست مناهج دعوة. السيارة منهج دعوة أو الميكروفون أو لا، هذه وسيلة. ففرق بين الوسائل والمناهج. المناهج توقيفية، نمشي على ما مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الوسائل التي نبلغ بها الدعوة، فهذه ليست توقيفية. والتمثيل وهذا من المناهج، يعتبرونه من المناهج وهو غلط. نعم، ما هم من مناهج الدعوة. الرسول ما دعا بالتمثيل، الصحابة ما دعوا بالتمثيل، الأئمة كلهم ما دعوا بإقامة التمثيليات والمسرحيات، هذا شيء مبتدع في منهج الدعوة. نعم.